الرحمن الرحيم. أحبائي الكرام وأصدقاء محب الساحرة المستديرة في كل مكان، متابعي شاشة قناة النادي الأهلي، من جديد نعود لنلتقي سويا من هنا من ملعب مدينة الإنتاج الإعلامي والدورة الرمضانية الخامسة لقنوات مدينة الإنتاج الإعلامي. لقاء يوم الثالث، أولى اللقاءات، اللقاء يجمع ما بين أونسبورت وفريق أمن مدينة الإنتاج الإعلامي، على يد اليمين لفريق أونسبورت، على يد الشمال فريق الأمن لمدينة الإنتاج الإعلامي. أونسبورت بالرداء الأزرق بيدخل اللقاء بتشكيل مكون من خالد ناصر حراسة المرمى، قدامه عبد الحميد رجب وأحمد عادل، نص الملعب صبارة وأحمد سعيد، ورأس حربة أحمد صلاح. بينما فريق الأمن يدخل اللقاء بتشكيل مكون من محمد جمعة، حراسة المرمى قدامه أحمد رفعت وأحمد عبد السميع، تصف الملعب سامح حسين، حازم محسن، رأس الحربة حسين مصطفى. لقاء يدير تحكيميا محمد عبد العزيز ومحمد كامل. أونسبورت في أول لقاءاته، لقاء الافتتاح، قدر يحقق أكبر وأقوى انتصار على لكن الأهلي 5-2. هنشوف في هذا اللقاء عقد هذا اللقاء فريق قناة النادي الأهلي هيكون في مواجهة مع قناة القاهرة والناس، وادي صافرة محمد عبد العزيز ذهاب ركلة حرة لفريق أونسبورت في النهارده. سمارة واحد من أهم وأفضل اللاعبين، صاحب المهارة سمارة عدى مر فات عدى سمارة، ولكن التشتيت من اللاعب أحمد رفعت وعبد السميع. هنشوف الفريقين النهارده، كل فريق بيحاول يقدم اوراقه في بدايه احداث شوط اللقاء الاول، يحرز هدف ولا حاجه يقدر يفرض سيطرته على احداث اللقاء. سعيد طويله الطويله الاماميه، السماره المهاره، علف يرجع مره ثانيه مضغوط عليه، صافره محمد عبد العزيز، احتساب الركله الحره لصالح فريق أونسبورت. يبدا مره ثانيه سعيد التمرير الارضيه، لكن التغطيه يا ولد على التصويبه، جول 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 جول، اول جول واول الاهداف في هذا اللقاء. احمد سعيد والنيران الصديقه اصطدمت عدت مره فاتت، تسكن الشباك، أونسبورت يضع هدف اول. مدينه الانتاج بيحاول ينظم صفوفه، سرقوا خطف أونسبورت، تصويبه قويه لكن بجوار القائم الايمن لخارج الملعب، اتلعبت سريع، اتسندت، يسند، بيدور على حد سامح حسين، لكن المرتده السريعه، يلا راجل العبها بعد الملعب، مصلحي، صلاح، العبها، حلو التنظيم، حلو التصويب، يا ولد يا ولد يا ولد، جوه جول، هدف تاني لأونسبورت، ظبط الاشاره وعدل التردد واعطى الاذن للقدم اليمنى، يا سلام عليك يا السماره. هدف تاني السمارة، سمارة صاحب توكيل المهارة، يصوب ويسدد وهدف تاني. مرة تانية عليك التصويبة، هدفين السارق بيهم. هاني هاني توفيق أيضا من إدارة أمن قناة النادي الأهلي موجود. ارضى مرة تانية التحضير، حط يا راجل يركنها، لكن يا ولد وقفت عدت مرت، ولكن التغطية الدفاعية أونسبورت يكشر على نيابه، ولكن خارج الملعب سمارة عمل فت جميل وعداه صلاح، صلاح مشي عدى مر فات صلاح، لم يا ولد يا ولد كمل يا راجل، جول 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 جول، جوه جول بالثلاثة يا حبيبي، بالثلاثة بالثلاثة، أونسبورت يضع الهدف الثالث عن طريق أحمد صلاح، الحكاية والرواية. العب الركلة الركنية من الجانب الأيمن، لعبة توتالاي، سندت يا ولد على التمريرة، ريحها جميلة، صوب سدد حط يا راجل، لكن يمسك حارس المرمى محمد جمعة. ثلاثة لا شيء لأونسبورت، مصلحي يلا مصلحي، مقطوعة السمارة المهارة، المهارة والعبارة في الشقاء، يا ولد يا سمارة، سمارة بالقدم اليسرى، صاحب القميص رقم 8 أحمد عادل، ولكن مرة ثانية مقطوع، يلعبها تمريرة
عدت مرت حط راجل صوب يا ولد يا ولد جول 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 جوه جول الهدف الرابع لقناة سون سبور هدف رابع عن طريق لاعب طفل احمد عادل وعلى مين اللي احرز الهدف طبعا فريق قناة سون سبور بينقصوا امر واحد بس يعني عايز الارقام للعيبة توحد الارقام ويبقى شكل زي يعني يبقى شكل افضل واحلى واجمل وامتع من كده عندك لعيبه وعندك اداء اكثر من رائع كملوا بقى بالزي المنشأ والزي والارقام علشان تقدر تسايل علينا عمليه ان احنا ندي لكل لاعب حقه مره ثانيه كل التحيه طبعا للمدير الفني خليفه يلا راجل عدي مر فوت ولكن مقطوعه سهله مره ثانيه يلم من اي مقعد حط يا راجل جول 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 الخامس يا حبيبي الخامس هدف خامس لفريق قناة اون سبورت خمسة لشيء خمسة لشيء لاون سبورت اللعب رقم 8 يا خليفة هدف الخامس اللي احرزه محمد فاروق خمسة وادي هدف اول لفريق امن مدينه الانتاج الاعلامي احمد رفعت 5-1 5-1 لقناه اون سبورت اون سبورت 5 فريق امن مدينه الانتاج الاعلامي 1 طبعا الكل مستني الهدف السادس يقول لك 6-1 ارجع مره ثانيه محمد فاروق لعبت الطويله اضغط مرة ثانية عبد الراضي عبد الراضي الوان اللي رفعت صاحب الهدف الاول لمدينة فريق امن مدينة الانتاج الاعلامي لعبة عرضية عدت مرة ولكن امن فاروق طويلة يرجع مرة ثانية العرضية فين قفلها يا ولد يا ولد يا ولد جول 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 الهدف السادس 6-1 هدف السادس 6-1 وبعد شوية هيجي صاحب 6-1 6-1 لقناة اون سبورت عدى مرة تانية يلم اسلام لكن مطوعة مصلحي مصلحي مر فات لكن خارج الملعب رفعت تمريرة صلاح 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 كله راح يا صلاح بعد الهدف ده كله راح يا صلاح يا سلام على الهدف السابع ايه يا ابني ده ايه الشيله دي ده شالها والكره تتعادى تتبادى الى داخل الشباك هدف سابع عن طريق لاعب احمد صلاح سامح غير اتجاه وعمل فلت جميل يبدا ويمرر مره ثانيه التمريرة فين؟ التصويبة من رفعت والنيران الصديقة ولكن يمسك كورته خالد ناصر يلا فاروق يلا روق سحابها جميلة ولكن لخارج الملعب رمية التماس أو ركلة التماس الجانبية التحضير مرة تانية واحدة والتانية يسند عدى مر فات وركلة الجزاء ركلة الجزاء والفرمان من محمد كامل باحتساب ركلة حرة ركلة الجزاء ركلة الجزاء لفريق الامن فريق امن مدينة الانتاج الاعلامي رفعت فين يا رفعت يا السلام يا رفعت عبها بثقة زيادة كان عايز يخدع الحارس لكن خالد ناصر خالد ناصر اراها كويس يعني يا رفعت مقرية تماما اسلام اسلام لسه النتيجة 7-1 سمارة يسيبها له وقفتين بعيدة تماما لخارج الملعب اللقاء القادم من قناة النادي الاهلي وجد قناة القاهرة والناس وادي حضور من السيد الدكتور دكتور محمد العدل
رئيس قناة النادي الأهلي. وأنا أحب أقول المشجع الأهلاوي دكتور محمد العدل، واحد من الأشخاص اللي صعب جدا تشتري انتمائه، رئيس قناة النادي الأهلي. لعبة وطلعت يا ولد يا ولد يا سامح، إيه يا سامح ده؟ إيه المهارة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ مش ممكن يا ابني، حطها فين؟ في المرمى علقها له، هدف من أجمل الأهداف. يا سلام يا سامح، هدف مفيش أحلى ولا أجمل من كده. سامح سامح قلشت المرة دي من سامح، قلشت المرة دي من سامح. اللقاء بيلفظ أنفاسه الأخيرة، وبالفعل ها هي صافرة نهاية أحداث شوط اللقاء الثاني بفوز فريق قناة أون سبورت على فريق أمن مدينة الإنتاج الإعلامي بسبعة أهداف مقابل هدف. مبروك لأون سبورت، هارد لك لفريق أمن مدينة الإنتاج الإعلامي. أعزائي المشاهدين، أعزائي المتابعين، عقب هذا اللقاء ابتدى ثاني اللقاءات، لقاء من العيار الثقيل قناة النادي الأهلي بمواجهة قناة القاهرة، والناس هننتظر ونشوف الفريقين هيقدموا لنا إيه في هذا اللقاء. أعزائي المشاهدين، أعزائي المتابعين، مشاهدي ومتابعين شاشة قناة النادي الأهلي، نلتقي سويا من هنا من ملعب مدينة الإنتاج الإعلامي وثاني اللقاءات للدورة الرمضانية الخامسة لكرة القدم تحت رعاية الأستاذ أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي. لقاء يجمع ما بين قناة النادي الأهلي وقناة القاهرة والناس. الأهلي بالزي التقليدي، الرداء الأحمر المميز للسلاطين الحمراء في مواجهة فريق قناة القاهرة والناس اللي أقرب ليه زي منتخب الأرجنتين، منتخب التانجو البرازيلي، يعني تشكيلة كده من الرداء الأبيض لمنتخب الأرجنتين وريال مدريد على يد اليمين، القاهرة والناس على يد الشمال النادي الأهلي، وعاد التصويبة ولكن نزالة في يد الحارس محمد سعيد. مرة ثانية التمريرة، محمد ياسر ولكن اللي خارج الملعب. مرة تانية يلعبها ولكن التغطية وهروب من حارس المرمى محمد سعيد. عايز يعدي، ضغط عليه مودي، مقطوعة نعيمة ولكن ياخد منها رمية أو ركلة التماس الجانبية للقاهرة والناس. محمد ياسر لم يعد الى بارد الملعب، الضغط العالي اللي عامله فريق قناة النادي الاهلي. وادي دكروري، قلب الاسد دكروري، ادي دكروري، قلب الاسد دكروري بكل فدية وروح قتالية عالية. يلعب مرة تانية، رامي يضغط، رامي يلعب ارضية لكن يمسك محمد دبل. السلام يا محمد، يمسك كورته، يبدأ ويسلم مع نعيم. نعيم التمريره، نعيم لياسر، ياسر عدى الارضيه دكروري ينقذ الموقف، دكروري ينقذ الموقف، خارج الملعب ركله المرمى لقناه النادي الاهلي. لعبه سريعه، مودي لمحمد، عايز يصوب لكن اتقفل عليه، فين لخارج الملعب، ركله ركنيه. يبدأ يلعب لدكروري، دكروري يعلقها ويلعبها طويلة في المرمى ولكن سهلة في ايد الحارس محمد سعيد. مرة تانية، وليد جمال لمحمد ياسر لكن مضغوط عليه من رامي لخارج الملعب ولكن صافرة من حكم اللقاء محمد كامل، حكم الثاني في هذا اللقاء. يبدأ يلعب مرة تانية، القاهرة والناس، محمد ياسر. ياسر المهارة موجودة والخفة والمرونة والرشاقة أيضا موجودة. دكروري مأمن دفاعات النادي الأهلي، هيلعب دكروري، يلعبها باتجاه وليد ولكن التغطية، يرد مرة ثانية، امتصاص باستلام من محمد لنعيم، نعيم لم نعيم قوة، نعيم
يلعب دايما واحدة والتانية عند مودي. مودي يعلق مودي في اتجاه نعيم. نعيم يلعب عرضية لكن اتقطعت. يضغط مرة تانية حارس المرمى خارج الملعب. خارج الملعب احتسبها محمد عبد العزيز ركلة المرمى لقناة القاهرة والنش. تبديل عمله قناة القاهرة والنش. لعب الطويلة لكن يرد مودي. يبدأ مرة تانية القاهرة والناس. التعادل السلبي لازال هو عنوان اللقاء. الضغط العالي. الأهلي بيضغط بأربع لاعبين. الأهلي بيضغط بأربع لاعبين علشان مأمن. ضروري واقف وقافلها بالضبة والمفتاح. نعيم. نعيم عايز يعدي. يلعب مرة تانية. نعيم واحدة والتانية. نعيم بيدور على حد يسد عليه. عايز يصوب. يا ولد يا ولد. تصويبة قوية وقاعدة صواريخ أرضية من النادي الأهلي. محمد ياسر. ياسر يرجع ويمشي بعرض الملعب. يقفلها في عمق الملعب. الدكروري مأمن لكن سهل عند محمد زبل. مودي. يا الله مودي يصوب ويسدد. التصويب. الأهلي محتاج يحضر. لازم أحضر يا شباب. الكرة الخماسية لعبة التحضير. الهمسة واللمسة. تحرك بدون كرة. لازم ألمس وأتحرك. دايما بنقول ان الكره الخماسيه ولعبه الكره الخماسيه هي لعبه الكره اللي لازم تلعب بوضع حركه. وليد يصوب مش بعيد يا وليد. تصويبه قويه من وليد ومودي يكمل فيها ولكن صد ليها الحارس محمد سعيد. هو نجم الشباك في الدقايق الاخيره محمد سعيد نور. يبدا مره ثانيه قناه القاهره والناس. لكن الضغط اللي عامله النادي الاهلي قناة النادي الاهلي وادي تصويبها. السلام يا دكروري. دكروري حط جسمه. وليد مهارة. يلعب تمريرة. واحدة والتانية. يا ولد لو عدت. يا ولد لو مشي. حلو الوان تو. ولكن مقطوعة مرة تانية. نشوف الوان تري. مرة تانية نعيم. نعيم عنده قدم يمنى ما شاء الله قوية. لكن ادي محمد ياسر. لكن دكروري ما تخافش. بقول له اوعى تخاف. اوعى تخاف مع دكروري. دكروري هتصدى للمشهد اللي فات. اتلعبت الارضيه. الارضيه اللي عند اللاعبين والروح القتاليه العاليه والفدائيه. وادي مره ثانيه دكروري يضرب. دكروري قافلها بالضبه والمفتاح. يا دكروري قلب اسد. يا دكروري شايف التشجيع بقى من محمود حنفي وعادل الحديدي. يجيني يا ازر ويسندوا لعيبه في قناه النادي. وادي تصويبه لعبها ببطن القدم كده بليسنج ولكن اللي خارج الملعب. هيلعب ياسر. واقف رامي شادي عبد السلام وتعليمات وتوجيهات. وده ضروري حائط صد للعبئ النادي الاهلي على قناه النادي الاهلي. خد لنا ركلة المرمى. هل شوط اللقاء الأول يكون للنهاية ونهاية الشوط في تعادل سلبي بدون أهداف ما بين القاهرة والناس والأهلي قبل العبء للفريقين. وهذه دوبل. يا سلام يا دوبل. هذه مرة ثانية محمد ياسر. محمد ياسر ذكروني. محمد يا سلام يا دوبل. إيه يا ابني ده؟ أسد يا ابني ما شاء الله. أسد يا ابني ما شاء الله يا دوبل. صد حارس مرمى مميز دوبل. وعادي مره ثانيه القاهره والناس. ريتم اللقاء هيبقى اسرع. عادي التصويبه لكن خارج الملعب. ركله المرمى. ركله المرمى. مش عايزين شوط اللقاء الاول ينتهي. يبدا مره ثانيه. تصويبه. جول 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 جول. هدف اول لقناه القاهره والناس. اسامه. أسامة غير شكل اللقاء ونتيجة اللقاء بهدف أول بتصويبة قوية تسكت شباك دوبل. تضع هدف أول يحرك معاه سفينة أهداف اللقاء بهدف أول للقاهرة والناس. ولم يا ولد. وادي ركلة جزاء. ركلة جزاء على قناة النادي الأهلي. ركلة جزاء. حط إيده دكروري. حط إيده دكروري وجابها بإيده دكروري. ركلة الجزاء. واحد القاهرة والناس. وركلة الجزاء ودوبل ومحمد ياسر.
ركلة جزاء قد تكون نقطة تحول في اللقاء. هنشوف الأول. ياسر ياسر وتبل يا ولد ياسر يا ولد ياسر يضع هدف تاني لقناة القاهرة والناس. اتنين لا شيء. مش وليد عدى مر فات وليد وليد لعبها وليد ولكن هتلعبها بالعرض ولكن اللي خارج الملعب ركلة المرمى اتلعبت. مودي لنعيم نعيم نعيم القرار والتصويبة لكن علي حسن سيكا يمينه بشماله نعيم يصوب ويسدد. الضغط العالي فين يا شباب؟ اضغط مرة تانية. نعيم يلعبها وليد عايز يعديها. حكم اللقاء قال له ايه؟ قال له ركلة حرة ولا احتسب ايه؟ احتسب ركلة حرة. ركلة حرة لقناة النادي الاهلي. واتنين لواحد. هيلعب ركلة حرة للنادي الاهلي. هيلعب نعيم نعيم يلعبها مش ممكن ولكن مودي يرجع مرة تانية لدوبل مرة تانية. لكن الحقيقة في الآخر وكله بيعيش الوهم والحقيقة بتبان. نعيم يرجع مرة تانية يرجع يلم يصوب يا ولد يا ولد يا ولد. تصويبة ولكن ولكن اللي خارج الملعب تكروري عدى أسامة. أسامة حب يلعبها بسن القدم ولكن بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب. جينا في وقت يا جماعة بهنا يعني إن إحنا ننسى المنطق. تقول له أكلمك بالتاريخ يقول لك أنا بتاع دلوقتي. تقول له أكلمك بدلوقتي يقول لك لأ أرجع بالتاريخ. طب قول لي أنت عايز أي طريقة أكلمك بيها؟ أي شكل أكلمك بيه؟ اكلمك بالحلال ولا بالحرام؟ اكلمك ب40 ولا ب12؟ يا جماعه في يعني مقوله بتتقال وعليها لغط كتير. انا ازاي اقول قطبين وفريق واخد 40 بطوله وفريق واخد 12؟ يعني لازم يكون في وجه للمقارنه. ولازم يكون في وجه للمقارنه يا جماعه. عندنا لعيبه يعني انت بتتكلم في لعيبه تاريخها بيقاس بانديه. يعني في لعيبه تاريخها بيقاس بانديه. حسام عاشور واخد 5 بطولات دوري ابطال افريقيا، الزمالك واخد 5. حسام عاشور في 15 سنة واخد 5 دوري ابطال افريقيا. وائل جمعة، وائل جمعة واخد 6 دوري ابطال افريقيا. انتوا بتتكلموا في ايه يا جماعة؟ نرجع للقاء ونشوف نعيم وليد، وليد ركلة جزاء. لا يا كابتن، لا يا كابتن. لعبت الأرضية أيوب. نعيم، نعيم، لعبة قوية، اتسند الجول، جول جول جول. جوه جول هدف اول مودي. مودي يضع هدف اول لقناه النادي الاهلي. 2-1 سرق هدف اول النادي الاهلي. مودي اسامه ومعاه كروري وادي التصويبه لكن دوبل دوبل يتصدى وخارج الملعب. ادي تصويبه وتدخل ركله حره لدكروري. ركلة حرة لدكروري دخل معاه يعني عايز ضربة حرة وركلة حرة لدكروري يعني من غير كلام يعني الراجل دخل في وشه واصطدم بدكروري. لكن بص الدنيا بقى بص الروح القتالية. الله عليك يا فخر العرب. يبدأ مرة ثانية نعيم علي يعلقها ضربة الرأس. ابدا مره تانية نعيم نعيم تمريره واحده والتانية كمل يا راجل فين الارضيه فين الارضيه حط يا راجل جول 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 بلاس 90. هل في الملعب امين عمر؟ هل امين عمر موجود في الملعب؟ ما تقول لي الحكايه ايه؟ قول لي الحكايه فين؟ 2-2 الاهلي والقاهره والناس ومن غير 7 دقايق ومن غير امين عمر. طب محمد عبد العزيز ومحمد كامل 2-2 والاهلي فين فين؟ تمريره سندت لمين؟ لسه اللقاء ممتع واحد من اجمل اللقاءات يا جماعه على فكره. لسه اللقاء في كتير. وليد يضرب لعبه المرتده السريعه ولكن خارج الملعب رابط التماس
استنى شوية يا كابتن محمد. مرة تانية محمد ياسر واحد من أفضل اللاعبين وادي أسامة محطة. يا سلام يا دكروري، سلام على السحبة جميلة. وليد تصويبة ولكن اللي خارج الملعب، ركلة المرمى. وادي يضرب مرة تانية، دكروري انطلق، دكروري عدى، دكروري مر فات وصافرة النهاية والختام والاختتام لشوط اللقاء الثاني واللقاء بتعادل ايجابي ما بين قناة النادي الاهلي وقناة القاهرة والناس 2-2. نقطة لقناة النادي الاهلي ونقطة لقناة القاهرة والناس. اعزائي المشاهدين، اعزائي المتابعين، خير على المحبة والخير والسلام والختام. تقبلوا مني خير السلام. انا معكم والله رياضي فاروق صلاح، اترككم في رعاية الله وابنكم، اشوفكم في لقاءات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابو خد على طول، عايزين لعبه بينيه، لكن يا ولد يا جندي قاطع، وعبد الله مقطوع عليه الميه والنور. وادي الكره، انفراد يا ولد يا احمد، يا عبد الله حطها له في الشبكه، هدف اول. وبيقول له لابراهيم عاطف وميدو، ادي الانفرادات بتتحط كده في المرمى. هدف اول لفريق الهندسي بسرعه على عكس سير اللقاء. على طول الجندي، يا سلام على التوقيفه، لكن على طول يقطعها رمضان عادل، والهجمه على طول ابراهيم عاطف، يعدي الواحد والتاني، يا بطل حتى الان احمد سعد بطل حتى الان. والضغط متواصل من فريق سي بي سي، لمسه على طول رمضان عادل لمصطفى عبده، العرضيه يا راجل، لكن لحقها، برافو احمد سعد غلط والكره عدته، لكن يرجع ويصحح خطأه، برافو احمد سعد. يستلمها عاطف، يسيبها رمضان، لكن عاطف على طول ناحيه اليمين، اللمسه على طول ميدو، التصويبه والعارضه تم مع هدف مؤكد لفريق السي بي سي. على طول ان ما كانش موجود احمد سعد فالعارضه موجوده، وكل حاجه النهارده واقفه في صالح فريق الهندسي. الهجمه من ناحيه اليمين، ابراهيم عاطف عايز يعدي وسط اثنين، انزل على طول مصطفى عبده، لمسه رمضان عادل، رمضان في وسط اثنين، تروح مصطفى عبده عايز يعدي، ياخد الركنيه مصطفى، ركنيه من ناحيه الشمال لفريق السي بي سي اللي بيحاول بكل شراسه الوصول لمرمى احمد سعد. وما ادراك الوصول لمرمى احمد سعد، على حدود المنطقه، والتصويبه استلام مصطفى عبده، وضرب الجزاء لفريق الداخليه في الدقائق الاخيره من احداث المباراه. نشوف هيعمل ايه. ادي الجندي خلصها، امنها الجندي، عملها ركنها له وحطها له على شماله. يا سلام يا جندي، هدف تاني للهندسي يقضي بيها على امال فريق السي بي سي، ويصعب الماموريه على السي بي سي اللي كان ضاغط بكل شراسه. شريف بيعدل ويلمس رضا، والعرضيه، يا سلام على الهدف، هدف رائع، هدف جميل، جمله ثلاثيه، شريف حمدي رضا بط في المرمى على طول. الثلاثه شعللوها وولعوها. حد من قناه النهار، لان الارقام اللي مكتوبه عندي غلط، يجي بس يعرفنا على الارقام بتاعت اللعيبه واسمعها عشان نبقى نقولها صح. قاطع على طول، تصويبه يا ولد، بدايه ناريه وبدايه يصحينا بيها. محمد ناصر يحرز الهدف الاول رقم 18، لكن مقريه. محمد رجب فين الاماميه الطويله، لكن الحارس محمد منسي بيطلع في لقطه خطيره لو اتقطعت، وتكون فاضي. يا راجل عملها فكرتها 10 على 10، لكن التنفيذ ما كانش معاه الحظ فيها. محمد رجب من عمر عبد الرحمن، من عمر فتحي، اللمسه على طول اماميه مش معديه لمحمد ناصر، من محمد شحاته، اثنين في استعجال. محمد ناصر فرصة هدف تاني، يقفل عليه على طول الزاوية، برافو محمد منسي، قفلها عليه محمد منسي، برافو محمد عبد الرحمن. لمسة، يا سلام على الوانتو، يا سلام يحرز هدف التعديل محمد عبد الرحمن،
لكن اللمسه بالكعب يا ولد يا شمندوره، فق شمندوره وعمل على طول 1-2 ما بينه وما بين محمد عبد الرحمن اللي بيترك هدف التعديل والتعادل. لمسه احمد عادل ولد عمر، عدى عمر ناحيه اليمين، عامل التغطيه مصطفى بيأمن عليها لكن مضغوط عليه من اثنين لعيبه، بتلعب على طول ناصر والتصويبه خطفها وحطها عمر فتحي، شعللها وولعها في الدقائق الاخيره. هدف هيكون غالي، هدف هيكون ثمنه ثلاث نقط غاليه لصالح النهار اللي حسوا بغلطتهم في الارتكال لنتيجه 1-0، لكن على طول بالمهاره عمر فتحي اصطادها وحطها على يمين محمد منسي. وام سي يبحث عن هدف تعديل قاتل في هجمه مرتده. هذه على طول شمندوره اللمسه والوحده والهاتف خد يا راجل يا راجل يا راجل، بتعمل ايه؟ غمض عينيه وشاطها شمندوره اديها له عبد الرحمن، هاته خد والمرمى خالي تماما، غمض عينيه ولعبها علشان تطلع بره ويضيع هدف التعديل. وادي على طول العقاب لكن تخبط على طول في المدافع مصطفى، والمباراه في دقائقها الاخيره على صفيح ساخن ما بين الفريقين فيها نديه واثاره. في دقائقها الاخيره مصطفى فاتح له شمندوره، ومحمد عصام يلعب الكره الاماميه عند سيد عند محمد عبد الرحمن، لكن يطلع حليم على طول من اعلى نقطه ويمسك محمد حليم اللي خد تحذير من الحكم كده كان يلعب بسرعه، تطلع الكره شمندوره لمسه على طول تتقطع محمد رجب، وهي صفاره نهايه احداث اللقاء تنتهي من الكابتن محمد عبد العزيز والكابتن محمد كامل حكام اليوم بانتهاء اللقاء الرابع. فوز فريق النهار